Voilà. هذه اتفاقية شراكة بين الجمعية المغربية للصحفيين الرياضيين بلا حدود والمعهد الفرنسي، اتفاقية اللي كتدخل في الإطار البرنامج السنوي للجمعية وفي إطار الأنشطة اللي كتقوم بها الجمعية، واللي يعني كتحاول من خلالها أنها يعني تقوم بالمجموعة من الأنشطة اللي تأتد فضاء الجمعية وتعطيها الانفتاح عن فضاءات أخرى. هذه الاتفاقية هذه اللي غادي تخرج الحيز الوجود اليوم وغادي توقع اليوم بين المعهد الفرنسي والجمعية المغربية للصحفية الرياضيين بلا حدود، وغيكون المستفيد الأول منها الطرفين، الجمعية ك يعني أجهزة إعلامية والمعهد الفرنسي كواحد الفضاء اللي غادي يتلقاو فيها ويجي ويكون الأبناء الصحفيين اللي متواجدين في المكتب التنفيذي وكذلك المنخرطين يكون عندهم فرصة باش يولجوا لهذا المعهد هذا وبأسمنة يعني اللي غتكون رمزية. وهذه اتفاقية شراكة اللي كتدخل كما قلت في إطار المجموعة من الاتفاقيات اللي غادي تقوم بها الجمعية مستقبلا إن شاء الله مع جهات أخرى ومع معاهد أخرى وخاصة المركز شومبر دو كوميرس ديال إسبانيا، اللي غادي من خلالها حتى يندير واحد الشراكة باش نفتحوا على البلدان اللي غتحتضن كأس العالم مع المغرب، وكذلك البرتغال عندنا يعني تحركات من طرف أعضاء المكتب التنفيذي باش نديروا اتفاقية شراكة مع الإخوة البرتغاليين. وشكرا. دل كندور أهل اليوم كتواجدوا في المركز الثقافي الفرنسي باش نعقدوا شراكة مع هذه المؤسسة الشهيرة في إطار الجهودات اللي كتبذل الجمعية ديالنا المغربية للصحفيين بلا حدود من أجل توسيع رقعة الاتفاقيات ديالها، تنظيم مجموعة من الأنشطة بشراكة مع المعهد، سواء أنشطة ثقافية أنشطة رياضية بطبيعة الحال في أفق الألعاب الأولمبية غتكون سنة 2024، في أفق كذلك التدورات الكبرى التي سينظمها المغرب 2025 و2030. وكنظن بأنه كان هناك اتفاق على مجموعة من النقاط، الاستفادة من الخدمات ديال هذا المعهد الثقافي الفرنسي وأيضا الاستفادة من الخدمات ديال الجمعية ديالنا في مجموعة من المواضيع، خصوصا الشراكة في إطار تنظيم هذه التظاهرات اللي هي تظاهرات غتكون مهمة بحضور أسماء وازنة مغربية أجنبية اللي غتجي تهضر في هذه المواضيع اللي كما قلت لك غتحدث على خصوصا مجموعة من التظاهرات الثقافية ورياضية. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.